قناة السويس الجديدة هدية من أم الدنيا لكل الدنيا، فده إنجاز كبير جدا إن مصر حققت هذا. قناة السويس دي ده إنجاز كبير عالمي لم يشهده من قبل. أظن قناة السويس حفظت بأيدي مصرية في زمن قياسي، وفعلا بنأمل إن يكون مصدر خير لكل المصريين. طبعا ده قناة السويس مشروع جميل جدا، مشروع عظيم، ويا ريت مصر كلها تشتغل بنفس همة اللي اشتغلوا بيها قناة السويس. ده السويس بقت حاجة جميلة، بقت حاجة مش قادرة أقول لك. بالنسبة لمشروع التفريغ قناة السويس، يعني إهداء من مصر أم الدنيا لكل الدنيا، ونتمنى أن هذا القناة الجديدة تعود بالاقتصاد على مصر. إن قناة السويس خير لجميع دول العالم، وطبعا يعني خبر عظيم جدا، والشباب ولمستقبل مصر بنحس زيادة خيراتها وزيادة ثرواتها. وطبعا كان انا شفت بعيني طبعا تكدس السفن ورا بعضها دلوقتي بقت ايه، مفيش، بقت حركه مسيره، ان هو ايه العجله ماشيه، ما بقتش تكدس ورا بعض. طبعا انجاز مصري طبعا، وهيشرفنا كلنا، وكلنا طبعا فرحانين وكلنا مبسوطين، وده هيعود علينا كلنا برضو في الاخر، وحاجه كويسه طبعا. طبعا انجاز من انجازات اللي تتعطى الصوابع بالنسبه لمنطقه الشرق الاوسط بحالها، ده شيء يشرفنا طبعا، ونتمنى من الرئيس التوفيق. قناه السويس عمل مهم جدا لمصر والمصريين، وكمان اثره مش بيبقى على مصر بس، على العالم كله، وان شاء الله هو فعلا هيكون هديه مصر للعالم كله. فبعد اذنكم تعالوا شوفوا، او ما تجوش بصوا على شاشه التلفزيون، شوفوا فرحة المصرية هتبقى ازاي يوم الجمعة. جميل جميل جميل، وخير هيبقى علينا على الكل، والبلد ترتاح وتبقى حلوة.